المريض لقطاع الصحة ببلدية ولاد عدي القبالة في ولاية المسيلة دفع بسكان المنطقة للخروج إلى الشارع والاحتجاج أمام مقر البلدية. المحتجون قاموا أيضا بغلق أبواب العيادة بالسلاسل الحديدية والأقفال تعبيرا عن استيائهم من تدني الخدمات بهذا المرفق الصحي الذي تحول إلى هيكل بلا روح. مش مستشفى، أنا قلت لك هذا عبارة عن مبنى مبنى فيه الظلام. هذه وقفة سلمية، ما نشتع فوضى ولا تعرود ولا تعبنوات ولا ناس هنا مسكرة معانيو. يعني تتصور تا واحد يدير مرته ستوب ولا هنا تروح تزيد في المسيرة 30 كيلو هنا ستوب. ما ولا السبيطار من العصر للساعة الحالية راه من الناس اللي ساكنين فيه. الإبرة تاع الفاكسة هذيك والله قلت تبيع بالسوارد. تدني الخدمات الصحية بالعيادة، الغيابات المتكررة للطبيب الوحيد وغياب المعدات الطبية وأشياء أخرى أججت غضب المحتجين الذين تحدثوا عن غياب السلطات المحلية. عندنا التجهيزات جات من قبل تجهيزات وراحت التجهيزات سؤال مطروح، نطالبوا هنا بلجنة التحقيق من وزارة الصحة. عندنا وحدة مات من أولاد عدينا في الفراش هذاك تاع بالول، مات أكسيدون، هي مات مسكينة شهيدة ونص النساء راهم يزيدوا في سلمان وفي المسيلة. صحة من عديمة مرة، رئيس البلدية راه يخدم في العام الثالث مكان والو. والو اسمع، الإبرة تاع العقرب يضربوا فيها بالمعرفة، بلدية هنا تاع معرفة. الشروق نيوز حاولت رفع انشغالات المحتجين إلى رئيس البلدية لكن لم تتمكن من الولوج إلى المكتب بعد أن أغلق المحتجون المقر مطالبين بحضور والي الولاية للوقوف على قطاع التنمية وإنعاش الصحة المريضة بالمنطقة.